أنا أريد أن أقول كلمة نعم يعني أوجهها لعامة شعبنا المسلم الذي خبرناه وعرفناه وبلوناه عن قرب. نعم. أقول له بأن هذه الفئة القليلة عددها الضعيفة بأسها تريد أن تتحكم فيكم مستقوية بجهات إقليمية وأجنبية لا تريد للسودان خيرا ولا تقصد بأهله برا، وعداوتها لدين الله بالأساس. هذه الفئة تريد أن تتسور على الحكم وأن تفرض رؤاها الشائهة على الشعب. أنا أطالب الشعب بأن ينكر هذا الأمر، وما أقول بأن يخرجوا في مظاهرات أسبوعية أو كذا، بل لا بد أن تتحول منابر المساجد وطلبة العلم والرجال والنساء جميعا يخرجون يملؤون الشوارع والطرقات، يتظاهرون أمام مبنى الأمم المتحدة هذا الذي يقبع فيه هذا الأجنبي الذي يتصرف وكأنه الحاكم بأمره، يتظاهرون أيضا عند السفارة الأمريكية ويفضحون سفيرها هذا الذي يتجول في البلاد وكأنها ملك أبيه. هؤلاء ينبغي أن نريهم حقيقة أن نسمعهم رأي الشعب وأن نريهم حقيقة الشعب، وأنه شعب لا يتنكر لدينه، بل شعب قدم الشهداء الأبرار فداء لهذا الدين ولن يعطي الدنية في دينه. هذا الذي أطالب به، ما تترك واحدا يتكلم هنا واحدا يصيح هناك، بل لا بد أن نتعاون جميعا في إنكار هذا المنكر، ولا يقتصر إنكارنا على هؤلاء بل حتى على رئيس مجلس السيادة ونائبه، هذان اللذان جربنا فيما مضى كيف أنه منحوا هذا الحكم لمن لا يستحق، عطاء من لا يملك لمن لا يستحق، وغيبوا يعني عامة الشعب بعدما بذلوا العهود والمواثيق ألا يفعلوا ذلك، فعلوه في 2019 والآن قد يفعلوه ثانية وسيدفع الجميع الثمن.